بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى تتواصل هذه الانطلاقات وتتواصل هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة بأشواط الانتاجي والمنتجين الخاصة بتحليل قطر الدي ان اي. نسير بحضراتكم مع تواجد الاسماء الرائعة ومع تواجد الاسم الذي ينطلق على المركز الاول هو مرواس هادي بن سالم بن محمد الفهيدة، يتواجد على البداية ويتقدم على المركز الاول. نتابع واياكم النقلة والدور الى المركز الثاني، حيث الانطلاقة من قبل سياف عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث حيث الانطلاقة والحضور من قبل كفو علي بن سالم بن علي بن حمد بلنقح مع المركز الثالث. تواجد المركز الرابع، هنالك برق محمد بن هادي بن راشد بن شابل مع المركز الرابع. نتابع وإياكم مجريات المركز الخامس، حيث الانطلاقة من قبل الوسمي جابر بن علي بن جابر بن نجم المري مع المركز الخامس. هكذا تعرفنا وإياكم وشاهدنا واستمتعنا عبر هذه الانطلاقات وعبر البث الحي والمباشر مع هذه الأسماء الرائعة. نعود وإياكم إلى البداية، نعود إلى انطلاقة مرواس على البداية وانطلاقة شعار بن قطامي وسلالة وذنان أم الزبار التي تتواجد بالمركز الأول، ويتواجد معها شعار بن قطامي ويقدم لنا جديد وذنان. نتابع وإياكم هنالك النقلة إلى المركز الثاني، حيث الانطلاقة من قبل سياف عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، يتواجد مع المركز الثاني ويصل مع سلالة سياف المملوك لمحمد بن زايد الخيرين. نعم، سلالة سياف الحاضرة مع المركز الثاني. المركز الثالث انطلاقة الوسمي جابر بن علي بن جابر بن نجم مع انطلاقة الوسمي وسلالة الوسمي المملوك لسعادة الشيخ حمد بن جاسم الثاني. نتابع انطلاقة المركز الرابع، نايد وسالم بن سعيد بالزيوح مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، شعارك يا ابو شارب مع لوسيل سعيد بن محمد بن علي بو شارب مع المركز الخامس. العودة وإياكم هناك، ما شاء الله وتبارك الرحمن، غادر المجموعة انطلق على المركز الاول بروح يا اخواني، بدون اوامر بدون تعليمات تذكر على الاطلاق، بكل اريحية ينطلق يقدم لنا مستوى جميل وفنان مع انطلاقة مرواس. والعلم حساس يا راعي مرواس، روح الى الانتصار الى الابداع والمارك الجميلة والسلالة المميزة سلالة وذنان أم الزبار التي حضرت وقدمت وأبدعت وأثبتت وحضرت بحضور الأقوياء. تابعوا مرواس الذي يتواجد بالمركز الأول، الذي يحضر بحضور الأبطال والعصا في الأبطال مركوز ركز. وانطلق بالعلم الحساس وقدم لنا مستوى جميل وأنيق على هذا الموال الذي قدم لنا انطلاقته بالمركز الأول. تهانينا والف مبروك لمالك مرواس بانطلاقة وحضور شعار هادي بن سالم بن محمد الف هيدا المري، والتوقيت يتحطم. تهانينا والف مبروك. هذا هو، لا قالوا لك ختام همسك، هذا ختام هذه الفترة، وكان الحضور من قبل شعار بن قطامي الذي تواجد بالمركز الأول. المركز الثاني كان الحضور من قبل لوسيل سعيد بن محمد بن علي بو شارب الذي حضر بسلالة الفايز المملوك لهجنم الزبار مع المركز الثاني. المركز الثالث كان الحضور والتواجد من قبل المتحد حمد بن راشد بن حمد
آل سنيد مع سلالة طشار المملوكة لهجنوم الزبار، بينما تواجد المركز الرابع كان التواجد من شعار وانطلاقة الوسمي جابر بن علي بن جابر بن نجم وتوقيت أو سلالة الوسمي، نعم سلالة الوسمي المملوكة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم الثاني، بينما تواجد المركز الخامس. نتابع وإياكم خامس الأسماء نايد سالم بن سعيد بن محمد بالزيوح وسلالة الفائز المملوكة لهجنوم الزبار مرواس مع المركز الأول ومع التوقيت الأفضل وشعار بن قطامي هادي بن سالم بن محمد ألف هيد 4:28 95 جزء من الثانية. ختم همس شعار بن قطامي وحضر بالمركز الأول، لوسيل حضر مع المركز الثاني، أدا يشكر عليه وحضر مع المركز الثاني بشعار سعيد بن محمد بن علي بوشارب 4:29 81 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. هكذا كان توقيت بوشارب مع المركز الثاني. المركز الثالث وهو المتحد حمد بن راشد بن حمد آل سنيد المري 4:31 38 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مشاهدينا الأفاضل متابعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية وأول الأيام في السباق المحلي الثالث. هدادة حضرت بكل هدوء وانتزعت أول الأشواط وأفضل توقيت زمني. تهانينا والف مبروك لهجن الغرافة وللمضمر الذي قاد لنا هدادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بالنسبة لأول الأشواط لفئة القعدان حضر عاصب بشعار وانطلاقة سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. تهانينا والف مبروك لمن قاد لنا عاصب حمد بن طالب بن علي بن عمارة المري. هكذا قضينا وإياكم هذا السباق في أول الأيام لفئات السن الصغير وسن الحقايق. بالنسبة للأشواط العامة والشعارات التي حضرت وقدمت مستوى رائع، الحاصلة بأول الأشواط الرئيسية حصلت على المركز الأول بشعار مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي المري وقدم لنا اسمه بأول الأشواط. بالنسبة لأول الأشواط لفئة القعدان للإنتاج والمنتجين حضر راسي راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة قدم لنا شعار مميز واسم رائع حضر مع أول الأشواط لفئة القعدان. أفضل توقيت زمني بالأشواط العامة حضر مرواس بشعار هادي بن سالم بن محمد ألف هيدا. شعار بن قطامي حضر بتوقيت وقدر 4:28 95 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين وحظ نوفر لمن لم يحالفه الحظ، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في يوم الغد.